أعراسنا وأفراحنا، مناسباتنا وعاداتنا وتقاليدنا، كيف كانت زمان، كيف كانوا يغنولها، ينبسطولها ويعيشوا جوها. كان العرس عرس، وكانت اللمة عيلة وحمولة، يسافروا على الحج بهالليلة ويرجعوا بتعليلة. كل هالقصص غيرها وغيراتها راح نحكي فيها ببرنامج عود رمانة. كونوا معي ريهام أبو حبلة يومي الاثنين والأربعاء تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت فجر أف أم. يسعد أوقاتكم متابعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج عود رمان. حلقتنا لليوم فيها ضيفة مميزة، ضيفتنا اسمها أم كمال. أم كمال العارف، يسعد أوقاتك يا ربي. الله يسلمك. الله يسلمك خالتي أم كمال. بدنا نعرف السادة المستمعين متابعين عود رمان، مين الحاج أم كمال، مواليد أي عام، مواليد وين، وتسلسل الزمني في حياتها، كيف لما كبرت، كيف كانت لما كانت طفلة، يعني ما دون السن 18 16 17 15 13، يعني صبية. تمام. وبعديها لما كبرتي ويعني وما إلي لغاية اليوم. تمام. طيب تفضلي خالتي. يعني أنا مواليد كنير. أنا يعني شهادات ميلاد معناش معكم مش لكن اللي ينولد يروح يسجلوا عند المختار. حلو. مختار البلد. كنير. بكنير. حلو. هسا أنا لما أنا مولدة 43. لما طلعنا من البلاد هاجرنا وطلعنا من البلاد. بكت يعني أنا بنت 5 سنين تقريبا. بنت 5 سنين. بس هاجرت من كنير. هاجرنا من كنير. بس حبطشر أشياء من كنير، مش كل إشي، شغلات خفيفة يعني بطشرها. بكينا دارنا بندل، يعني دارنا بكت عزي عند البير، قريب على البير، قريب على البيادر. بكينا نلعب أنا وأخوتي، بكينا لأخوة اثنين يوسف وعلي، هذول أصغر مني. حلو. ألعب أنا وياهم. نروح في طلع البيت واد من البير، نروح نصير نقطع الواد ونلعب هيك ونهضة. هيك بكت ذكرياتنا حلوة. لما هاجر وقت النكبة بذكر الشيف، يعني اليهود وشيف هذا بذكر الشيف، مش كثير يعني، بس هالبلد بكت أنا الحج اللي عندي بكت متخرف كل بتصحي البلد، كل بلدنا على هضبة هيك على تلة. حلو. مش يعني جبل ولا سائل، على تلة صغيرة. بلد صغيرة. بلد صغيرة. حلو. لما طلعنا بس حبطشر أبوي بكى، يعني أنا صغيرة ساعة أمشي وساعة يحملني على ركبته هيك صاحي. أخوتي اثنين صغار. يعني أنت ولدين وبنت. ولدين وبنت. حلو. أنت الكبيرة. أنا اللي أكبر. حلو. منهم. ساعة يخليني أمشي وساعة يحملني على ركبته. وأبوي معنا حمارة، حط أبوي أخوتي واحد من هون وواحد من هون على الحمارة، وماشي قدامنا الحمارة وعليها شوية تواعي، وأمي حامل شوية أغراض. هاي بصحاها باكرها يعني. حلو. قد صار هاي الذكرى عمر؟ هاي من نكبة 48. حلو. لما طلعنا من كنير. حلو. هذا صحيح. تمام. وطلعتوا من قنير وهاجرتوا. وين صار جينا بقى؟ بس حاش بقولوا امي بس خرفتني ان احنا رحنا على عرعرة، الناس قريب ان هاي بذكر هاش كثير. بذكر احنا قعدنا في وادي المية، اليوم بقولوا لها وادي المية، عين السهل بكنا نقولها هي اليوم وادي المية. تلا برطع هناك هون تذكري. هاي بذكرها. قعدنا هناك في برطع في عين السهل تحت الشجر. حلو. دار سيدي ودار عمي واحنا وبعرفش من اخوالي، في حدا من اخوالي. دار خالي عمتي اللي هو خالي ماخذ عمتي، قعدنا هناك. تمام. مش عارف يومين ثلاث ليلتين اسبوع ما بعرفش بتشوش الدنيا يعني هذا. بعدين ابوي بكى حلاق في البلد في كنير. بكى يحلق لاهل البلد. لما طلعنا لما بكلم هاي بعين السهل اجى الجيش العراقي. أيوة. مش أجا الجيش العراقي إنشان الجيش العربي اللي بيقولوا. تمام. أجا الجيش العراقي، الجيش العراقي أبوي راح سوا معاهم مشان يحلك للجيش. أيوة. أبوي طبعا عرف واحد منين، من جبع جرار اللي هي اليوم تلا جنين. مش جبع رام الله، جبع جرار. جنين. قال له تعال جيب أولادك وتعال في عنا سكيفة يقعدوا فيها. حلو. بارك الله فيه. أخذنا أبوي وقعدنا في السكيفة، قعدنا في جبع جرار. راحت معانا بكت عمتي الصغيرة عمتي مريم، قعدت معانا أخذها.
عشانها صغيرة مخلها سكع الدنيا بتسهل وهذا أخذها معنا. تمام. قعدنا بجبع. لما نخلص الجيش العراقي أبوي دشر الجيش. راح الجيش. يعني انضم للجيش. هو مش انضم للجيش شغلوا يحرك لهم مش الجيش المحدقين. فهمت عليك. تمام. راح الجيش أبوي خلص ما أشتغلش معهم صار يقول أبوي بدي أروح أنا عند أهلي. وين أهله؟ أهله. صرنا نسمع من الناس ما فيش تلفونات زي صحيح. اليوم صحيح مهجرين والله أنا مشتتين مطشطشين صار سمعنا أبوي تعرف كنو عرف من الناس إنهم أهله في كباطية في والله. المغر أخرى في مغر في كباطية طيب والناس هناك يعني ما قاعدين قال بدي ألحق بندروا عند أهلي دشرنا جبع ومشينا نروح مع كباطية أخذنا أبوي في كباطي قعدنا بس بعيدين عن دار سيدي شوية وعن دار عمي بس في مغارة برضو يعني قعدنا مع ناس لكن أنا قلت كيف يعني مش إحنا يعني مستقلين في المغارة لا كل الناس حاطين بكرن بزاوية حاطين مغارة يعني أنا بدي أفهم بس اوصفي لي بس كيف كانت مشاعركم كيف كنتوا عايشين صابرين أنتوا عايشين بمغارة يعني بدنا نتخيل شوي احنا مستمعين انه مغاره فيها مجموعه من العيال ساكنه فيها لانهم مهجرين نرجع بالذاكره شوي لورا يعني بس عن شعوركم يعني انت كنت طفله صغيره تعيشي في مغاره فهمتي علي هلا من جيلنا احنا مستحيل حد يقدر يتخيل او يعيش حتى يعني بالضبط يعني احنا كلياتنا نلتم بغرفه مستحيل فما بالك انه نتخيل الموقف يعني لا هاي خلاص ما خرفش يعني قعدنا أبقيش في المغارة جينا ما فيش يعني في محلات كتير نروح نقعد نتوسع يعني كل ناس في مغارة ولا كنا لقينا ناس جماعة هذا استقبلونا وقعدونا بجنبهم يعني حلو حطينا أغراضنا هيك زي البيوت اللي بيعملوا الولاد الصغار تمام زمان نلعب بيت بيوت يعني طيب وقعدنا بعند جماعة هسه لهم بيقولوا يعني بعرفش التواريخ أنا كديش الفترة هاي يعني كدش أكلت معانا سنة أكثر من سنة شوي مش صحيحة تمام بس كانوا صرنا نسمع إنهم بيبنوا دار سيدي ودار عمي رايحين وودونا إنه هاي هم عملوا خيام في جنزور للاجين وتعالوا تمام جيب لي أولاد وتعالوا طيب أبوي كان خاص بدي أروح ورحنا على جنزور وين جنزور هاي؟ جنزور ترى جنين اليوم لساته اسمها جنزور اسمها جنزور بعدها تمام وبنمر... انا ما عنديش خلفيه صراحه تمام بنمرك اليوم لما بنروح على جنين في هناك بشوف النخل يعني واخوتي مكبورين هسه هناك اللي اصغر منك الله يرحمهم يا رب وتعيشي طيب رحنا على جنزور انطونا خيمه وقعدنا في الخيام قعدنا مليح سن بس الناس صارت أهل البلد مع بعضهم هي بلاد معددة يعني مش بلد واحدة إحنا مش من بلد واحدة أكيد يكون ملتمين من أكثر من البلد ملتمين صار اللي يسمع إنه في مخيم كامي بكل كام يجوا يعني قعدنا هسا أيات هناك ودار سيد وإخوالي ودار عمي ويعني كل أياتنا هناك تمام أجت الشتوية أجت الشتوية أشتت الثلجي بكت هاي مكان اليوم الثلج شبكوا ثلج بس أنا بتشوف الثلجي إنها كام الثلج هالكذا الطول هاي بح هاي ثلجي بعرف شو بقولها في 52 كأنها هي هاي الثلجي ثلجة الأربعين يوم بيقولولها ولا مش هي أنا سجلت قبل فترة عنها معلومة بس مش صحي برضو دي قعدت هاي الثلجي ولا بس هي فترة صغيرة ومعينة لا طويلة طولت الثلج بكل ثلج خميل يعني وكبيرة أنا بكيت في الثلج بكيت أنا في المستشفى ما عدتش كديش راحت أما أجت الثلج أنا مرضت في جنزور مرضوا الأولاد كلهم مش بس أنا ليه كان في وباء نزل يعني صارت لهم نزلات من السقعة والبرد وانت في الخيام عايشين تقريباً تمام وبكينا برا وكديش طشينا وهذا الأولاد الصغار كلها مرضات ما كان عندكم مناعة أصلاً يمكن ما عندناش مناعة وما عندناش دفء مفيش دفء مفيش لبس مفيش إيش نلبس يعني تصحيها هاي الأيام منيح بصحى أنا مليح الثلج شفتها وأنا في المستشفى بصحى الأيام مليح وأنا مريضة أنا لما مرضت يعني أنا بنت 5 سنين 6 سنين بعرف من كد ما أنا مريضة وكد النزل ما وسخون اللي صارت لي بالمرض
صارت الوكالة تحولنا على المطلع الأمراض الأولاد لكل كرت يأخذ واحد ولد دو على المطلع. هسا أنا بكت أنا أول واحد يمرض في أخوتي، أجوا أخذوني في البالانس في الأمبالانس أخذوني على القدس على المطلع. تعرف أنا قعدنا في المطلع، هسا في المطلع هناك قعدت فترة، أنا طولت يعني 6 أشهر قعدت في المطلع. والله فترة طويلة كل هاد مريضة. صار الثلج وراي هن أجن سنتين علينا مطر في جنزور. سنة شلخت الخيام ورحنا على جنين آخر، قعدنا في جنين بصحى قعدنا في المدرسة برضو نفس ما صار فينا في هذا في المدرسة، حطينا هذا وقعدنا كل الناس في زاوية يعني العيال شب يعني بنفس الفكرة اللي قعدتوا فيها بالمغرب، بس إنه انتقلتوا لمدرسة معاناة. معاناة قعدنا في مدرسة يعني، وهذا بعرفش كداش قعدنا وروحنا. السنة الثانية صارت الثلج، السنة الثانية صارت الثلج، أنا بكت في المستشفى. لما أنا بكت في المستشفى إمي وأبوي أخوتي وراي مرضانين. نفس الشيء بك ويقضهم يدوهم على جنين، ما بعرفش خرفوني يعني أنا خرافة عن هذا الحاجة. طيب متوفين أخوتي وراي ما تحملوا. متوفين اثنين، ماخذين أول خميس ماخذين واحد، ثاني خميس ماخذين الثاني. أول الصغير اللي توفى، بعدين أول صغير أول علي، وبعدين يوسف. وأنا في المستشفى أهل التهوا وبطلوا ما جوش يزوروني يعني وما يعرفوش عني. أجا واحد بقربنا قالوا له شوف لنا سعدة في المستشفى شو شي فيي، عشان من كتير وزعلانين ما جوش. أجا كان مدور علي مش لاقيني، كان إنه هاي راحت حي إسرائيل وضاعت. أنا يوم من الأيام روحت، روحوني في البالانس. قال الشوفير إيه ستي تسأل عنه، تقول له شوف لنا هالبنت، وكل هنداري بسأل عنها بشوفهاش. روحوني في البالانس اللي هم قال لي نزل الناس وإهلك خلص وصلت عندهم الفكرة إنه ضاعت. هي مش أحسن من أخوتها ضاعت. ستي قال نزل الناس البالانس، نزل على الطريق. أنا صغيرة بعرفش يعني وين بكو ينزلوا، يفتح الناس وينزلوا. نزل طلقيني في البالانس، بقول لي شو اسمك؟ قلت له سعدة. قال ستي شم أحمد؟ قلت له يا موسف في هالباز محمد تعشف هاي بنت ابنك؟ قلت له قالت له ايه هاي بنت ابنها حملتني ستي روحتنا لقيتك يا تمام رجعت عند امك وابوك؟ رجعت عند اهلي بقول لهم يا ماما انا اخوتي. قالت يا اخوتك عن ستك؟ بقى الست قاعده في متوت بعدها مش جاي على المخيم. قالت لي ستي امك عند اخوت ستك هنا يوم الخميس بيجوا. أجل الخميس ما جاش، أنا سامع الناس بيقولوا يعني حرام والله عوض عليهم ماشي سامع أنا وصغير ومتذكرة. نتذكر. قلت لي يا ماما هم أخوتي ميتين. قالت يا ماما الله يرحمهم. ظلنا في المخيم لما أجت الثلج والشك في الخيام عن الناس وطار عن الناس، صاروا يقولوا بدهم يأخذونا عن نور شمس. هاي بكيت مروح من المستشفى ويعني بكيت. صحيتيها منيح يعني؟ كنت صحيتيها صحيها وجينا بشحن هنا. والله جينا بشحن. يعني معاناة ثالثة. معاناة يعني هي كنت يعني على مدار مدار الأيام معاناة. بس هذول أكثر محطات يمكن كانوا مؤثرين فيكي. إيش هسا بشوف هالسورية بكل هذا الصابهم زي ما صابنا. هذا نين كأهلنا وإحنا في جنين بكينا نشتري الخيام ورايحين عجنين. قالوا بدهم ياخذونا على نور شمس، صار اللي معاه مصاري يركب ويجي حلو، واللي معهش مصاري يستنى يجي ياخذوا الوكاله. ركبنا انا بصحى بعرفش مع مين جينا بشحن. اما المهم انا واحنا ودار خالي جينا هون على المخيم. الناس اللي سبقوا قعدوا في الدور الحكومه قعدوا كل واحد الدار قعد فيها، صح احنا متاخرين وين نقعد؟ بكت برجية عند الجامع اليوم بكلهم بخرفهم. برجية عند الجامع بكت مطرح بشانطة برياضة. شو يعني برجية؟ يعني براكس. ايوه وضحيلي عشان انا مش كتير بالمصطلحات. براكس طويل.
يعني كأنهم باكين الإنجليز بس شو عاملين فيه بعرف شو طويل مثل هون يعني والعند الليموني هناك البركس يعني طويل يعني فيه أبو 10 متر 12 20 متر لا 20 متر لا بجوز 12 متر 12 متر طيب من عند أول الجامع عند آخر الدكانة هسه يعني بعرف مطرح هنا أنا حلو عشان قعدنا زي نفس القعدة اللي قعدناها في الجامع في المغارة بالبراكس الناس نفس الفيلم نفس الفيلم الناس حاطة أغراضها وكل واحد قاعد بين أغراضه تمام بجوز جوز 6-7 عيال يعني بكينا في البراكس بكينا طوله تقريبا 12 متر تمام بكون دار خالي يوسف معانا أنا بصحى دار خال عبد الرحمن لا لك دار وقعده حلو هسا ظلنا قاعدين في هذا البراكس لا حد ما سلمونا خيام احنا دار ابوي اهلي ما سلمناش خيمين دار خالي هذول اللي قعدوا في الدار ولليوم بعدها موجود الدار بكنا كلها الرجم بكون كلها في المخيم الرجم شو يعني الرجم؟ الرجم باكي الدار لحظة الرجم ولا الرجب؟ الرجم الميم تمام الرجم ما الشمس بيعرفوه الشبار يعني اللي بكى رجم هذا كانت الدار كأن صرنا نشك إنها الدار يا مخزن أسلحة يا زنازين للمعتقلين للمؤبدات يعني للأحكام العالية أيوة لأنها الدار بالنص زي الكرسي جاي وصور حواليها زي صور البرندة هذا هيك ومن الدار للصور من فوق من السقف سلك شوك سلك مسلكين عليها داير ما ينضار ووراها ورا الدار لليوم يعني بحد الناس هذولا بكى في منطار زي اليوم جيب ابن اليهود الأبراج هاي هذاك بكى حديد حلو يقعد الحرس على عليه هسا دار خالي هذولا غرفتين غرفة كبيرة وغرفة صغيرة يعني متر ونص بثلاثة تيجي يعني قد سجادة فهمت معوتي تمام دار خالي قعدونا فيها فيش إلا أنا وأبو أمي وأبوي أبوكي ثلاث أفراد قعدونا فيها دار خالي وهم قعدوا في الكبيرة ضلنا أنا قريت يعني في جنزور تحت المدرسة أول شيء مطولناش وجينا هنا احنا في المدرسة هون كرينا في المدرسة في الجامعة اليوم اللي هو اليوم الجامعة الجامعة أبو بكر الكبير بنور الشمس طيب خالتي احنا بدنا نوقف على هاي النقطة لأنه احنا كتير دهمنا الوقت حلقتنا لليوم نكتفي لهذا الحد منها رح نكمل في الحلقة القادمة نحكي ما بعد المدرسة والمغامرات لما صرتي صبية وكبرتي كيف استقرت هون إن شاء الله هلأ حنكمل كمان الحديث واستنونا مستمعينا الكرام في الحلقة الجاي مع خالتي إم كمال إن شاء الله شكرا كتير لكم على طيب المتابعة والاستماع بشوفكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.